لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من بغداد السيد معن الجموري الخبير الأمني والاستراتيجي، ومن أربيل الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير، مرحبا بكما. أبدأ من بغداد معك سيد معن الكاظمي. إذا يقول بأن العراق ما عاد بحاجة إلى قوات أمريكية قتالية على أراضيه، هذا الموقف الذي يأتي أيضا في ضوء الحوار الاستراتيجي المستمر بين بغداد وواشنطن، هل نتوقع أن تأتي مخرجات هذه الجولة من الحوار مختلفة عن الجولات السابقة؟ هل تفضي فعلا لتوافق حول هذه القضية، قضية خروج القوات الأمريكية من العراق؟ تحية طيبة والسادة المشاهدين والدكتور مهند الجنابي من أربيل. واضح أن السيد الكاظمي ما تحدث به هو يمثل الواقع العسكري على الأرض. القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية قادرة الآن بما تمتلكه من مهنية ومن خبرة في معالجة ومحاربة داعش، يجعلها مؤهلة لأن تقوم ليس فقط في الدفاع عن نفسها، إنما في محاربة داعش ميدانيا على الأرض بالطرق التي تمتلكها. ولكن هنا عرج السيد الكاظمي، وهذا ما أكدنا عليه مرارا، أن العراق بحاجة ماسة إلى الدعم الاستخباراتي، التدريب، التسليح، وأيضا الاستشارة والقوة الجوية الفاعلة التي تمتاز بها الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي. على هذا الأساس حاول السيد الكاظمي أيضا أن يمسك العصا من الوسط وأن يرضي الأطراف. في تصريحه هنا يرضي بعض الأطراف العراقية الضاغطة، الفصائل المسلحة وأحزاب موالية لإيران وميليشيات معارضة بشكل كبير للوجود الأمريكي، وأيضا ليعلن أن العراق لا يزال في حاجة إلى الدعم الأمريكي، التعاون. مخرجات هذا الحوار الجولة الرابعة والتي سيصدر بيانها بعد اجتماع السيد الكاظمي بالرئيس بايدن، أن أمريكا ستعلن انسحاب بعض قواتها القتالية وتبقى القوات هناك ساندة، حيث نحن نعلم عندما يتواجد الخبراء والفنيين والإداريين والدعم اللوجستي يحتاجون إلى حمايات، إلى قوات مقاتلة لحماية الجانب الأمريكي، أقلها في السفارة الأمريكية للحيطة والحذر من أي ردة فعل قد تحدث. ربما يتعكر في فترة ما مزاج هذه الفصائل والميليشيات وتقوم بأعمال ارتدادية ضد السفارة أو ضد المصالح الأمريكية. إذن لابد من وجود أيضا قوة محددة لحماية جميل. السفارة الأمريكية والمصالح الأمريكية. عليه المخرجات ستكون وسطية على العموم من أجل إرضاء الجانب الأمريكي من ناحية والداخل العراقي أيضا. دكتور مهند، المؤشرات التي تحيط بهذا الحوار الأمريكي العراقي في واشنطن، سواء ما نتابع على لسان رئيس الوزراء، ما سمعناه على لسان وزير الخارجية، بعض التقارير الصحفية كذلك، انضمام وفد عسكري رفيع المستوى لهذه المحادثات، هل يؤشر كل ذلك إلى أن هذه الجولة من الحوار ربما تكون الأخيرة فعلا حول هذه القضية، وبأن التوافق قد يكون قريبا فعلا بين الأطراف على خروج القوات الأمريكية من البلاد؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللأستاذ القدير معن الجبوري وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه نتحدث الآن مع الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي عن وجود معالم لعلاقات سياسية بين العراق والولايات المتحدة، أو في إطار صياغة سياسة خارجية عراقية مع القوة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية، تراعي مصالح الدولتين وتراعي العلاقات الإيجابية، وأيضا السعي كلا الجانبين إلى احترام السيادة الوطنية. بالتالي أعتقد أنه في ظل الصراع الداخلي وحالة الاختناق الداخلي والضغوطات الشديدة على رئيس الحكومة منذ أكثر من عام على مسألة جدولة الانسحاب الأمريكي وإخراج القوات الأمريكية وممارسة الفصائل المسلحة أنشطة إرهابية وأنشطة خارجة عن القانون في سبيل الضغط بهذا الاتجاه، أعتقد أنه من كل هذه التحديات استطاعت الحكومة أن تذهب باتجاه صياغة علاقات واضحة بارزة المعالم فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين، وهذه الصياغة هي
تندرج كما أتصور أنها أو تتناسب مع المصلحة الوطنية العراقية والتقديرات العسكرية العراقية. التحديات الأمنية موجودة وتقر بها القيادات العسكرية العراقية، لا تزال القوات المسلحة العراقية بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى تعاون كبير، لكن ربما كان الاتجاه نحو الانسحاب أو انسحاب جزء من القوات الأمريكية هو تابع إلى ليس إلى الضغط الداخلي بل ربما إلى تمكن القوات العراقية والقدرات العراقية، وهنالك ربما أيضا قرارا عسكريا عراقيا صادر من المؤسسة العسكرية عن قدرة القوات العراقية والأجهزة الاستخبارية العراقية في ملء الفراغ الذي سيحصل بعد انسحاب القوات الأمريكية. إذن مسألة صراع الدولة وتثبيت أركان الدولة والبحث عن مصالح الدولة وصياغة سياسة خارجية مع ليس فقط مع الولايات المتحدة، مع جميع دول العالم، هي مسألة مهمة وحساسة للغاية. أعتقد أن الحكومة استطاعت نوعا ما أن تشمل جوانب العلاقة ليس فقط في الجانب العسكري، في الجوانب الأخرى. بالتالي أعتقد أننا ربما سنكون أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وفيما يتعلق بالجانب العسكري ومسألة التواجد العسكري الأمريكي أيضا ننتظر ما سيصدر من بيان بعد لقاء السيد الكاظمي مع بايدن يوم غد، وما سيصدر عنهم حول مسألة الانسحاب الأمريكي من عدم. سيد معن، قلت بأنه الكاظمي يحاول مسك العصا من المنتصف، أن يمضي إلى إنهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق، والذهاب إلى جانب تدريبي واستشاري ودعم للقوات العراقية من واشنطن. هل هذه الصيغة يمكن أن تكون مرضية للمعارضين للوجود العسكري الأمريكي في العراق والدافعين لإنهائه تماما؟ تابعنا بعض الأصوات غير الراضية عن هذه الصيغة، كيف تبدو آفاق تمريرها داخليا باعتقادك؟ أتفق مع جنابك فيما تفضلت من أن هناك بعض القوى متطرفة جدا في مواقفها، ترفض أي وجود أمريكي، بل حتى تتمنى قطع العلاقات مع الجانب الأمريكي، وهذا طبعا يأتي أحيانا كما ذكرت متناغما مع الموقف الإيراني والصراع الدائر الآن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الذي يلقي بظلاله على الداخل العراقي، بل إيران تعتبر العراق مسرحا لعملياتها العسكرية لاستفزاز الجانب الأمريكي، وهذا للأسف يتناسب مع تعثر العلاقات. المفاوضات الآن الجارية في فيينا 4+1 حول أولا رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وثانيا حول مفاوضات المفاعل النووي وما يترتب عليها. لذلك على الأقل هذا سيعطي السيد الكاظمي فرصة أكبر في أن يعود من الولايات المتحدة الأمريكية وهو يحمل في جعبته نصرا حققه إلى العراق بحفظ السيادة، بإخراج بعض القوات الأمريكية، وعلى الأقل يستطيع أن يكسب الأصوات المعتدلة من هذا الطرف أو ذاك إلى لصالحه بأنه قد حقق مكسبا ولم يعد بخفي حنين. أمريكا تفهم هذا الموقف، أمريكا تفهم الواقع العراقي أكثر مما يفهمه الآخرون، وهي تتعايش مع هذا الظرف وفق أيضا المعطيات التي لديها على الأرض، وبالتالي لا يمكن أن تمارس ضغوط كبيرة على حكومة السيد الكاظمي وهي تعلم أن لم يبقى إلا مهلة قصيرة بينه وبين الانتخابات في محاولة الوصول بالعراق إلى بيئة شبه آمنة على الأقل في فترة الانتخابات. إذن هنا الموقف مدرك من الجانب الأمريكي ومتفهم بأن يجب أن تكون حلول وسطية كما ذكرت، لأن السيد الكاظمي يقع تحت ضغط داخلي كبير وضغط إيراني أيضا. صحيح. وطبعا حتى في المفاوضات واضح جدا أن الصوت الإيراني قد وصل إلى الجانب الأمريكي من خلال المطالب التي طرحت. دكتور مهند، ما رأيك حلول الوسط، هل هي ممكنة فعلا؟ ربما تمضي بغداد لإعادة صياغة علاقتها مع واشنطن، لكن هذه الصيغة الجديدة للعلاقة كيف بالإمكان تسويقها داخليا؟ هل تكون مقبولة؟
يعني بكل تأكيد الأطراف الرافضة للوجود الأمريكي ومن يحاول أن يصور الولايات المتحدة على أنها قوة احتلال أو عدو للعراق هم لن يرضوا عن أي خطوات أو أي تقدم تقوم به حكومة السيد الكاظمي فيما يتعلق بالعلاقة بين الجانبين، وهم ذاهبون يعني كما تفضل الأستاذ معا حتى باتجاه قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا الموقف لا يعبر عن المصلحة الوطنية العراقية ولا يعبر عن إرادة الدولة العراقية. هذه الجماعات نعلم جيدا بماذا ترتبط، وحتى فيما يتعلق بارتباطها مع إيران ربما هنالك تصدعات نشهدها وشهدناها خلال الأسابيع الماضية. بدأ الحديث حول أنه المسألة إنهاء التواجد الأمريكي هي مسألة تخص الفصائل المسلحة العراقية، لكن بالتالي هذه الجماعات بكل تأكيد سوف لن تقبل وسوف تذهب باتجاه التصعيد، لأن الحالة العراقية المسألة عندما نكون أمام دبلوماسية وأمام تقدم فيما يتعلق بالعلاقات أو انفراجات للأزمات التي يعاني منها العراق، نلاحظ أنه هذه الجماعات تختنق أكثر. هي ليس بمقدورها أن تقدم منجز إلى الدولة العراقية. نتكلم هنا عن السلاح السياسي، الميليشيات والفصائل التي تمتلك أذرع سياسية، وأيضا عن بعض القوى السياسية التقليدية المتحالفة مع هذا السلاح السياسي. هم يدركون جيدا أنه المسألة أصبحت على المحك فيما يتعلق بنفوذهم وسيطرتهم ومع قرب الانتخابات، ويعلمون حجم رصيدهم وتقلص يعني شعبيتهم لدى الشارع العراقي، وهذا أيضا ما دفع رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى إثارة مشكلة مع المبعوثة الأممية، واتهم المبعوثة الأممية قبل يومين عن دورها في الانتخابات. إذن هنالك هذه الجماعات هي تستشعر أنها أمام تحدي كبير إن ذهبنا باتجاه انتخابات وحصلنا على نسبة من النزاهة ومن الشفافية في مخرجات نتائج الانتخابات. هذه النتيجة هي لا تخدم هذه الجماعات، وسيكونون هم الخاسرون، وهم يحاولون أن يتمسكوا بمنافعهم وسيطرتهم على القرار السياسي العراقي. لذلك هم لا يحاولوا أن يسود الاستقرار أو أي مناخ ملائم لبناء علاقات وفتح فضاءات جديدة للدولة العراقية تستطيع من خلالها أن تعالج أزماتها. سوف لن تقبل وسوف تقاتل إصلاحات الحكومة، وسوف تقف في طريق أي خطوة تقوم بها الحكومة من أجل إرساء الاستقرار أو على أقل تقدير إيصال البلد إلى الحكومة القادمة بأقل نسبة من الخسائر والتكاليف. سيد معن، سمعنا تصريحات وزير الخارجية العراقي يتحدث عن أنه هذه الجولة ستبحث في جدولة الخروج العسكري الأمريكي في العراق. هذا أيضا ما أكدته بعض التقارير أو بعض التقارير الصحفية الأمريكية بأنه البيان المشترك سيحمل موعدا بنهاية هذا العام. لكن رئيس الوزراء اليوم يتحدث ويقول بأنه الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات الأمريكية سيعتمد على مخرجات المحادثات التي تجري مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن. بالتالي هل نفهم بأنه ربما موعد نهاية العام غير وارد، غير ممكن، أم ماذا؟ في الاتفاقية التي عقدت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 والتي على ضوئها تم التنسيق في هذا المجال، هناك نص يؤكد على أن الانسحاب يجب أن يكون خلال فترة عام من بعد أن يتفق الطرفان، وهذه ملاحظة مهمة جدا، أن يتفق الطرفان على انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أن تكون مهلة عام كامل للقوات الأمريكية لإجراء عملية الانسحاب وإعادة انتشارها في مناطق خارج العراق. هنا كما ذكرت المعادلة الأساسية هي أنه الكل الآن أصبح متفق مبدئيا على إخراج القوات المقاتلة الأمريكية من العراق، لأنها ليست ذات فائدة في محاربة داعش ميدانيا. لم تشترك ميدانيا القوات الأمريكية في هذه الفترة بمحاربة داعش، إنما ما سيتبقى منها هي لأعمال حماية كما ذكرت السفارة الأمريكية والمواقع الأمريكية التي يتواجد بها الفنيين والمستشارين والإداريين الأمريكان، إذ أمريكا لابد أن تضع قوات لحماية العاملين هنا في الداخل
الداخل العراقي، وهذا يعطي فرصة أيضا إلى الحكومة كما ذكرت أنها تحصل على توافق من الداخل العراقي بأن تم إخراج القوات المقاتلة معظمها من العراق، وبالتالي بقاء ما نحتاجه، لأن هناك قوات عسكرية وأمنية واستخباراتية هذا لا يقدرها حزب سياسي أو يقدرها رجل دين أو حتى لا يقدرها عضو برلماني، هذه تقدرها المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، القيادة العامة للقوات المسلحة، القادة الميدانيين على الأرض يعلمون ما مدى حاجة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للتعاون الأمريكي لغرض الاستفادة وتعجيل القضاء على داعش. نعلم أن داعش تنظيم عالمي، لا يمكن لدولة واحدة في العالم أن تقضي عليه، العالم كله الآن مشترك في محاربة داعش، وحتى اللحظة لا يزال ناشط سواء في العراق أو سوريا أو حتى في أوروبا، لذلك يجب أن يستمر هذا التعاون حقيقة على جميع الصعود، لأنه يصب في مصلحة العراق أولا والعالم أجمع، لأن دول المنطقة تتأثر بأي اضطراب في الداخل العراقي. شكرا، وقت نقاشنا لهذا الموضوع انتهى. أشكرك من بغداد السيد معن الجبوري الخبير الأمني والاستراتيجي، من أربيل الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكما.